زمالك عرض عليه نص القيمة. مين؟ المسلوسي. هو يلاقي حاجة. إيه؟ هو يلاقي حتة يلعب فيها غيرنا. ما هو قال لا يا عم عايز تجدد نص القيمة. والمصحف بص ده لو ببلاش أنا أجيب واحد زي أحمد عيد اللي أنا مطلعه إنبي ده أحسن منه. استوى. أحسن منه. في الالتحامات في بيلعب بدماغه بيشوط على الجون وبيطلع يعمل دلوقتي كوارث كروسات والكلام ده ده حتى بيجري طيب. غلط المسلوسي بيجري غلط يا جدعان.